حابة أغني لكم شيء باللغة الآشورية. هديك السنة غنيت سرياني بالعلا والتفاعل كان رائع. وقتها حكيت إنه في بسوريا كتير لغات قديمة لسه منحكي فيها، فاليوم حابة إنه أغني لكم بالآشوري اللي هو كمان في كتير من أهلي بيحكوها، وكمان حابة بعدها يعني عملت لكم مدلي هن غنيتين، رح أغني لكم شيء باللهجة الجزراوية. هلا الجزراوي هو عربي، يعني هو من منطقة الجزيرة السورية، المنطقة اللي هي بين نهر دجلة ونهر الفرات، فهي لهجتي اللي بحكي فيها بالبيت، فكتير حابة أغني لكم غنية بهاي اللهجة، لأنه بالفعل يعني بحس هيك، حسيت إنه الغناء بالعلا هو عن جد تواصل ثقافي وحضاري، وكتير حابة إنه سمعكم هالأغنية اليوم. كمان طبعاً تواصل روحاني بما أنه عم نغني بهالمكان الساحر. شكراً. الأغنية بتقول الآشوري طبعاً: يوم وليلة بيوارا، يوم وليل عم بيمروا كبنشارة بنطارة، وأنا ناطر من الشباك. فالأغنية اللي بالجزراوي بتقول: حلوة طلتكي ضلال، يعني حلوة طلتك ضلال، يعني حبيبي أو قلبي. فهي بالغنية الآشوري ناطرة يطل، ناطرة إنه الطل حبيبته، وبالغنية الجزراوي بالطل. فيلا نحنا نغني. شو ريان؟ إن شاء الله نضل نطل على بعضنا هيك نحنا والأحبة. يلا إن شاء الله تحبوها يا رب. كبن
شكرا.